كيف شكله؟ ادينا كده فكرة، ورينا مثلتها كيف. مدمن اشوفك وينك عايز. طيب اشوفك يعني وينك عايز، ما عندك مدمن فلوس. مخدرات مثلا تكفى لو شمه، ما في يا حبيبي، ما في يا ادفع حبيبي. فلوسك تاخذ يا شيخ ابغى اموت. تدفع ما بس في ادفع. وبعدين منظر مؤلمة حقيقة يعني. نعم انا مثلت اللي هي شخصيتين في شخصية واحدة يعني، هذا اللي طلع معايا. طيب النتيجة اكيد هي رسالة مش ابراهيم؟ طبعا يعني حتوصل للناس بانه ما يعني ما حتوصل لي لا ادفع. نعم. عشان اخذ الرسالة في النهاية كان فكرتها انه ممكن ما عنده يعني الحل، ممكن يستنزفك صاحب اللي بيبيع المخدرات ده. نعم. كويس، ويشيل منك في حالة زي دي، بيستغل الحالة دي هو، وده حتتهم يعني. والله نهاية المخدرات طبعا صعبة برضه، يكون في واحد مدمن. نعم. هو بروض وحبة حبة، بروض وحبة حبة لغاية. نعم. ما يصل المرحلة دي، فده دي رسالة قوية جدا. طب يا أستاذ النهايات دايما لو الواحد ما شفها من الحاجة دي بتكون يا الموت يا السجن صراحة. نعم نعم. النهاية دي ايه كانت؟ نهايتها اكيد انه نهايتها انه يعني لان مشكلة المخدرات طرقها كثيرة، ممكن يروح للسرقة. يسرق عشان يشتري من البيت شيء. نعم. يسرق أهله ويسرق أي ناس يعني. بالعربي طريق المخدرات باختصار طريق ضياع. طريق ضياع، والضياع طرقه كثيرة طبعا. دي رسالة قوية جدا. غير الإذلال اللي يصير، الإذلال اللي يصير يوم يذل نفسه للبائع. تكفى الدين، تكفى الدين، يقولوا لا ما في إلا بفلوس. يعني في قصص صارت لمدمنين المخدرات، أنا ما أبغى أتكلم، في ناس باعوا أعراضهم، في ناس سرقوا، في ناس انتحروا. هذا طريق المخدرات.